ما ضمن الاسئله انا تجاره تقدير مقبول، الكورسات اللي اخدها تعوض التقدير عشان اتقبل بسهوله في بنوك زي الاتش اس بي سي وكيو ام بي وسي اي بي وغيرها من البنوك الكبيره؟ الحقيقه لا، الحقيقه كل الحاجات دي مش هتفيدك فيها الكورسات، اللي هتفيدك فيها انك هتقدمي فيها وتعدي امتحانات الانجليش والاي كيو وهكذا. طيب في بعض البنوك من دول بتقبل المقبول وفي بعضهم مش بيقبل المقبول، يقول لك على الاقل جيد فقدمي هنا وقدمي هنا، اللي يجي لك الانترفيو روحي ونلبس الحته اللي على الحبل ونتشيك ونروح ونعمل مقابلات ونعدي وان شاء الله الدنيا تمام. ايه الكورسات اللي اخدها؟ مفيش كورسات، نهتم بس بالاي كيو والانجليش ونحل نيوميريكال اسئله رياضيه كتيره، ان شاء الله تكون الدنيا بالنسبه لنا واضحه وهتساعدك على هذا الموضوع اكتر من ان احنا نركز على فكره الكورسات والشهادات، لانها في الغالب مش هتكون بالنسبه لك متاحه او هتساعدك على هذا الموضوع. وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير باذن الله تعالى وبالتوفيق ان شاء الله، وان شاء الله نجد فرصه عمل قريبه وبدايه اشتغل اي حاجه كول سنتر اي حاجه، وان شاء الله منها اقدمي وبالتوفيق.